أول بسم شيء الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. النهاردة بإذن الله هنجاوب جرامر 10 و11 و12، عشان الجرامر كله متعلق ببعضيه. هنمسك قاعدة قاعدة إن شاء الله ونعرف بنحل عليها إزاي. يعني مثلا القاعدة الأولى بتاعت الوحدة العشرة تتكلم عن المباشر والغير مباشر، الجملة الخبرية، تمام؟ فالجملة الخبرية أنت بتبدأ بفاعل اللي هو مستر فرج، بعدين بيجي فعل القول سيد، بعد فعل القول هي، نعرف على طول إن هي ده بداية الجملة اللي هي جوه الأقواس. ليه بقى؟ لأن لو إن هي هو الشخص التاني كانت سيد دي بقيت طلد، فطالما إن هي مش طلد يبقى إذا هي ده بداية الجملة، وهو حذف ذات اللي هي المفروض الرابط. طيب الفعل شكله إزاي بقى؟ والله طول ما أنت ما عندكش أقواس الفعل بتاعك ماضي، إلا في أربع حالات اختاروا مضارع وهيجوا هنقولهم ازاي، تمام؟ يبقى احنا عايزين الفعل ماضي. طب انا عندي كم ماضي هنا؟ عندي وود ماضي، وعندي هاد ماضي، وعندي ووز ماضي مستمر. قال لي تبص في الجمله، طالما عندك كذا ماضي يبقى تبص في الجمله عشان تشوف في دليل ولا ما فيش. فانت عندك هنا في دليل اللي هو ايه؟ كلمه بريفيوس. قال لي لما تشوف كلمه بريفيوس او تشوف كلمه بيفور تعرف ان الجمله ماضي تام. عرفت الكلام ده ازاي يا عم الحاج؟ اقول لك، لان دول منقلبين عن اصل يستر داي، ويستر داي دل على الماضي البسيط، والماضي البسيط لازم يتحول لماضي تام. يبقى الاجابه هنا ماضي تام، هاد بيزد، تمام. الجملة التانية هي الفاعل، طلد فعل القول، مي المفعول، ذات الرابط، هي التانية دي الفاعل. يبقى اذا هنا عايزين فعل ماضي، في ماضي اهو تحت وفي ماضي وود، ندور على الدليل بي فور. الله عليك، يبقى ماضي تام برضه، يبقى هناخد الماضي التام المستمر ده، هاد بين وركينج، تمام. طيب تلاتة، هي اكسبليند فعل القول، ذات الرابط، ما جابش الشخص التاني وجاب الرابط على طول، ما احنا فعل القول ينفع تجيبه اي حاجة بقى، تمام. يبقى اكسبليند ذات هي هيز انكل الفاعل، يبقى عايزين فعل ماضي. في عندك كم ماضي؟ وود انكارج ماضي، ووز انكارجينج ماضي. طيب ادور على الدليل، ما لقيتش دليل، يبقى ترجم الجملة وشوف معناها، ويا ترى هو كان بيتكلم في المستقبل عشان ياخد ويل وحولها لود، ولا كان بيتكلم في حاجة برضه مستمرة عشان ياخد ايه؟ مضارع مستمر حوله الماضي ايه؟ مستمر. فبيقول لي هو شرح ان عمه نقط همته فايند انذر جوب، ان عمه بيشجعه ان هو يلاقي وظيفه، هيشجعه ولا التشجيع شغال؟ التشجيع شغال، يبقى دي كانت مضارع مستمر وتحولت لماضي مستمر، was encouraging. he said that his uncle، هو قال ان عمه نقط اور برودكتس، المنتجات بتاعتنا لسنوات كتيره. نفس الموضوع، هدور على ماضي، ما انا ما عنديش عله تمنعني من الماضي عشان تخليها مضارع. عندي هات سولد ماضي وعنده وود سيل، يبقى الناس دول بيبيعوا من زمان مش بيبيعوا دلوقتي، يبقى لازم تبقى ماضي تام. فعشان كده هاخد ايه؟ هاخد هاد سولد الماضي التام، على الماضي التام علشان ايه؟ من ييرز دي، تمام. طيب هي سيد، هو قال ان هو ووز سوشابل بيرسون، ان هو كان شخص اجتماعي. عندي سو هي، وعشان كده هو نقط talking to customers، بيستمتع ان هو يتكلم مع الناس. طبعا في ماضي ورا يبقى لازم يعطف ماضي على ماضي. عندك would enjoy وعندك had enjoyed، يعني عندك الماضي اللي هو بدل will والماضي اللي هو التام. طبعا هنا هناخد ايه؟ الماضي اللي هو بدل will، على اساس ان هو يكون شخص اجتماعي وبيستمتع، فالمفروض ناخد will، will تتحول ل would، يبقى would enjoy. would enjoy اي بروميز، بروميز يعد. انت عارف ان بروميز خدتها في الوحده الرابعه من دلائل ويل، يبقى طبيعي ان احنا هناخد ويل. طب وويل بتتحول لود، يبقى لازم ناخد وود، وود كونتاكت، تمام. طيب زي سيد، هم قالوا ذات زي، ادي الفعل جه، والكلام هنا على الفعل برضو، يبقى عايزين ماضي، ويل هاف وير كود، يبقى في اتنين، ماضي مستمر وماضي والماضي من كان اللي هو كود. هنشوف بقى ذا ماونتن اللي هو الجبل، افتر زي هاد ريتشت، بعد ما وصلوا ذا توب، يبقى هنا بيتكلم على كود، على كود. ليه بقى؟ ان هم قدروا يوصلوا لقمه الجبل بعد ما ايه؟ قدروا يشوفوا قمه الجبل، تمام. منال تولد هير فريند ذات هير براذر، يبقى كده الكلام على الفعل، برضو الفعل ماضي علشان ما عنديش اي عله من علل المضارع، اول ما تيجي هقول لكم عليهم. كده عندي ماضي واحد اللي هو ووز هيلبنج، خلاص اختار وانا ايه؟ وانا مغمض. طارق اكسبليند شرح ذات زي وير هوت، ان هم كانوا حرانين لانهم نقط تنس، لانهم بيلعبوا تنس. طيب هم كانوا حرانين لانهم لعبوا تنس ولا بيلعبوا تنس؟ هو طارق اتكلم في الماضي. وود بلاي، لا ده مش هينفع. هاد بين بلاينج، ممكن. ار، لا ده مضارع مش هينفع. هاف مش هتنفع، يبقى اذا هي هاد بين بلاينج، لان هو مش هيقول له احنا حرانين عشان بنلعب، هيقول له احنا ايه؟ حرانين عشان لعبنا، لعبنا وخلصنا، يبقى هنا هاد بين بلاينج.
منال ورند اس حذرتنا ذات ذا انيمال دينجرس، ان الحيوان ده خطير. يبقى هنا عايز حاجه ماضي علشان ما عنديش اي عله تمنع، ما فيش عندي ماضي الا واز، يبقى هي الاجابه واز. تمام. كريم ادمتد، اعترف برضو، جاب فعل القول هنا، يعترف، اعترف اني هو هاد لوست، فقد كده، جاب ماضي اهو، فقد الالم اللي انا اديتهولي. يبقى كده انا اديتهوله قبل ما هو يفقده، يبقى ده طبيعي، هيبقى ايه؟ هيبقى ماضي تام، يبقى هاد لينت. نهله سيد ذات، نهله قالت اني ات نقط جريت اف جت وحاله اولى وحول كان لكود جو والمصدر، يبقى هو هنا عايز ويل، ويل تتحول لود، يبقى وود بي الاجابه. شي كومبليند، اشتكت ذات شي نقط فور مور ذان ان اور، ان هي استنت لاكتر من ساعه للميعاد بتاعها. طيب هنا جاب فور والمده، يعني انتظرت لاكتر من ساعه، فهي انتظرت برضو وخلصت. وود عندي ماضي، وهاد عندي ماضي، وكود عندي ماضي، وشود برضو ماضي. طيب هنطلع كود وشود علشان مش هتستنى ولا هي سوف تستنى، يعني وود هتطلع معاهم والافعال الناقصه كلها هتطلع. يبقى هناخد الماضي التام، ان هي انتظرت لمده ساعه، انتظرت لمده ساعه. هنا بقى زي بروميز، بروميز خلاص اتفقنا، بروميز من دلائل الويل، يبقى عايزين ويل وتحول لود، يبقى اذا وود فول. طيب هو ادميتد، اعترف ذات هي نقط ام ستيك ارتكب بي 4، قلت لك اول ما تشوف بي 4 يبقى تاخد ماضي تام على طول، يبقى هاد ميد. طيب شي اكسبليند، شرحت ذات شي نقط تو فيزيت مي ذا فولوينج ويك. فولوينج ويك دي من دلائل الويل، لان كان اصلها نيكست ويك، وويل تتحول لود. طيب دورنا تحت ما لقيناش ويل، ما لقيناش ويل، يبقى انت كده بتتكلم على المضارع المستمر اللي هو يتحول لماضي مستمر، يبقى الاجابه ووز هوبينج. تمام، لان ده مستقبل. طيب هي اجريد، وافق ذات هي نقط اني وان وات اي هاد سيد. هو وافق ما يقولش لحد على اللي انا قلته له، هو وافق ان هو مش هيقول، يعني مش هيقول، فدي طبعا هتبقى وض زي ما هي واضحه كده، على اساس ان انا ما اقول لك ايه بعد ما قلت لك انا على السر، اقول لك ايه؟ اوعى إيه تقول لحد، تقول لي انت لا مش هقول، يبقى انت مش هتقول في المستقبل، يبقى اي ويل نوت سوف لا، فعشان كده ويل نوت اتحولت لود نوت. تمام. هي سيد ذات هي نوت تو ذا ميوزيوم اند سين ا لوت اوف تورستس. طبعا هنا الراجل راح وشاف كثير من السياح، الكلام هنا في الماضي، جاب تصريف ثالث بس تعويض عن الماضي التام، يبقى هتبقى هاد بين طبيعيه اللي هي الماضي. ناديه قالت ان هي نقط اتست فولوينج ويك، فولوينج ويك ده مستقبل، والمستقبل بياخد ويل، بس ما بياخدش ويل بشكلها الحقيقي، بياخد ويل اللي متحوله عن وود. طب ما جاتش، خلاص اخد مضارع مستمر يكون لي ماضي مستمر. بعدين ناديه ادمتد، اعترفت ذات شي نقط ريلي نو، ان هي حقا ما عرفتش ذا فوكابلري، الكلمات ذات وي نيدد تو نو، اللي احنا محتاجين نعرفها. لازم مضارع مش هتنفع، هادنت وبعدها مصدر مش هتنفع، ديدنت وبعدها مصدر ممكن، وودنت وبعدها مصدر ممكن. طب ايه العله هنا بقى؟ احنا هناخد ديدنت، لان كان اصلها دازنت، ودازنت اتحولت لديدنت، لان الكلام فين؟ في المضارع. تمام. بعد كده ناديه سيد ذات اي ووز رايت، قالت ان انا كنت محق يعني، اند ذات شي نقط ريفايزنج اي ان جي، كل ستارت اللي تحت دي بتاخد اي ان جي. ذات ايفنينج، ذات ايفنينج يعني هيبدا مراجعه في هذا المساء، يبقى ويل ستارت، ويل تتحول لوود، يبقى انا هاخد وود ستارت. تمام. نهله بروميزد ذات شي، نهله وعدت ان هي، يبقى طبيعي ان احنا هناخد ويل، ويل تتحول لايه؟ لود، زي ما احنا متفقين وماشيين على النظام دوت. تمام. طيب رقم 23، شي سيد شي، هي قالت ان هي مي انتل شي هاد فينيشد، هنا استخدم انتل وجاب انتل في نص الجمله، يبقى لازم يكون قبلها حاجه منفيه. طيب اللي بعد انتل ماضي تام، ماضي تام. طيب ايه المنفي؟ احنا عايزين ماضي منفي هنا، يبقى wouldn't see، wouldn't see. تمام. هي بقى او هو اكسبليند ذات لندن، عايزين فعل هنا بقى، ذا كابيتال اوف بريتن، دي اول حاله من حالات اني بحول الفعل، بحول الفعل لمضارع او بسيبه مضارع زي ما هو عشان الجملة بتعبر عن حقيقة. فهنا هاخد از بتاعت المضارع. ليه يا عم الحاج؟ انت بتقول لي ان لندن عاصمة بريطانيا، طب هو ايه الكذب في الكلام ده؟
الكلام ده حقيقة، تكلم عن شمس عن قمر عن حاجة في الكون حقيقية، يبقى إذا الفعل يفضل مضارع زي ما هو، يبقى عشان كده خدت إز. تمام. طيب my daughter بنتي not her teacher had given her a reward that day. طبعا هنا عايز فعل قول، عايز فعل ايه؟ قول. طيب افعال القول بتبقى كتير زي ما انتوا عارفين، بس هنا مفيش مفعول، يعني بنته قالت وخلاص، الفاعل هاد تيتشر ده بدايه الجمله اللي هو بدايه الاقواس، فانا هنا زدت محذوفه لان يجوز حذفها، يبقى انا ما عنديش مفعول، يبقى هاخد سيد. تمام. ماهر سيد that he not a friend at the station later that day. That day. That day مضارع مستمر، المضارع المستمر يتحول لماضي مستمر، يبقى was meeting. سارة told me أخبرتني that she إن هي نقط a job interview the previous. previous ماضي تام، يبقى had had على طول. تمام. رئيس الوزراء زعم إن الحكومة نقط the right decision، إن الحكومة بتاخد قرارات صحيحة، إن الحكومة أخذت القرارات الصحيحة مع أي حاجة، يبقى ده ماضي تام على طول، ما حد يقدر يقول حاجة غير كده. she said that China هي قالت إن الصين نقط a densely مكثف populated country، إن هي بلد إيه؟ زحمة وكثيفة يعني السكان، طبعًا ده حاجة حقيقية، يبقى لازم آخد حقيقة زي الجملة اللي فاتت، يبقى آخد إز برضه. فارس told us، فارس قال لنا إن الأسرة بتاعته a house in the countryside 2 months before. خلاص متفقين إحنا على إن before يبقى had boot، had boot. تمام. he told me that he not me to repair my car، عايز يقول وعدني يعني إن هو هيصلح لي الإيه؟ الكار بتاعتي. الفولوينج، الفولوينج ده مستقبل، المستقبل ده بياخد will، will بتتحول لود، يبقى هناخد would. The article المقال بيقول ان زير نقط ان انكريز في زياده في عدد اليونيفرستي ستودنتس طلاب الجامعه نيكست يير العام القادم، يبقى ويل، واللي تتحول لود، يبقى طبيعي ان انا هاخد مين؟ وود. شي تولد هيم قالت له ذات شي كود اسك هير ادفايس تطلب نصيحته اف هي نقط اني بروبلمز. طبعا اف جت وكود اسك هنا، يبقى عايزين بعد اف يا اما فعل مضارع يعني لو هي حاله اولى، بس طبعا الحاله الاولى بتتحول لحاله تانيه، يبقى طبيعي ان احنا نحولها لحاله تانيه، وهناخد هاد بتاعت الماضي، هاد هاد. تمام. طيب بعدين هي تولد هير، هي هاد هو اخبرها حذف ذات، هي تولد هير هي هاد سين شاف الفيلم، شي نقط ذا نايت بيفور، بيفور يبقى احنا متفقين ماضي تام على طول، هاد ريكومندد. She said that she not to visit Cairo the following week. following week ده مستقبل اللي هو المفروض will، واللي متحولة لإيه؟ لود. طيب would get، أوبا ده جايب هو إيه؟ جايب was والاي ان جي هنا اللي هو المضارع المستمر، طيب يبقى احنا هناخد اجابتنا would. طب ليه مش هناخد دي؟ ما دي مستقبل برضه. لا ما هو الفعل want اصلا ما بيقبلش الاي ان جي، فدي اجابه خاطئه، الاجابه الصحيحه would want، would want. تمام. The science teacher مدرس العلوم said مدرس العلوم قال that when you freeze water لما انت تجمد الميه you not ice. طبعا طالما ميه وبتاع وعلوم وده حقيقه، مدرس علوم بيتكلم حاجات حقائق، يبقى اذا لازم ناخد ايه هنا؟ لازم ناخد الفعل المضارع علشان الجمله بتعبر عن حقيقه، يبقى لازم هنا ايه؟ يبقى لازم ناخد الايه؟ ناخد المضارع زي ما هو. ثواني على الجملة اللي فوق دي اللي احنا قلنا فيها she said that she، هي قالت ان هي، اصلا انا لمحت هنا ايه؟ قالت ان هي زارت كايرو الفولوينج ويك الاسبوع اللي فات، الاسبوع اللي جاي. تمام. طبعا قالت ان هي سوف تزور. الاولى ان احنا ناخد في الجملة دي wanted على اساس ان هي كانت wants وبعدين اتحولت لونتد، اصل ويل وونت برضه بعيده شويه ان انا سوف اريد ان، فكده كده الطبيعي ان انا هي مضارع اصلا ما بتقبلش، واروح انا محول المضارع لماضي، يبقى وونت هتبقى الاجابه. تمام. ودي بتاعت مدرس العلوم هتبقى ايه؟ حقيقه. البوليس طلد قصر، البوليس قال لنا ان احنا وي نقط ذا رولز، ان احنا لازم نتبع القواعد اند ريسبكت ذا لو، ونحترم القانون. طيب يبقى ضابط الشرطه بقى يجب، دي قوانين دي بقى. تمام. طيب فين اللي يجب؟ ماست فولو. طب واحد يقول لي ده ماست ده مضارع عادي، ما هو ايه المشكله يعني؟ ما هو ده اي واحد لازم يحترم القانون يعني، نقدر نقول ده حقيقه برضه. سامي وصلاح قالوا ان هما نقط ابارتي هيعملوا حفله، لسه هيعملوا، يبقى ويل والمصدر، ويل والمصدر تتحول لود والمصدر، ودي دليل المستقبل. اور تيتشر طول ده اصل الاستاذ قال لنا ان الاسره
ان اسرته اند هي نقط تو استراليا، اتحركوا ذا فولوينج يير، السنه اللي جايه، يبقى ويل والمصدر. طب ويل والمصدر هتتحول لايه بقى؟ ويل والمصدر المفروض هتتحول لود والمصدر. طب ما جابش ود والمصدر، خلاص هناخد البديل اللي هو مايت والمصدر. مايت والمصدر احتمال يتنقلوا. التيتشر تولد ذا ستودنتس، الاستاذ قال للطلبه ان الايرث الارض تدور حول الشمس حقيقه. يبقى هنا بقى عايز، انا عايز مضارع بقى، يبقى ريفولفز مضارع بقى، ما انا عايز مضارع. تمام. طيب منار بروميزد وعدت ذات شي نقط هوم تومورو. طبعا هنا منار وعدت، فاحنا عايزين وود والمصدر، ما جابش وود والمصدر. طب جايب وود هاف بين، وود هاف بين اللي هي مستقبل تام، مفيش اي دليل على المستقبل التام، فده مضارع بسيط. المضارع البسيط ده كان عايز ايه؟ كان عايز وود والمصدر، ما جابش، بقى الاقرب ويل والمصدر بقى. الاقرب ويل ذات شي ويل بي هوم تومورو، ان هي هتبقى في البيت بكره. تمام؟ واعتبرها هنا ما استخدمهاش ايه؟ ما استخدمهاش مباشر وغير مباشر يعني. منيره هاز جاست تولد اميره ذات زي نقط تو زير فريند سويدنج تو نايت. تو نايت الليله مضارع بسيط، مضارع مستمر قصدي، والمضارع المستمر ده عايز يتحول المفروض لماضي مستمر. تمام. بس وجود كلمه جاست عند فعل القول يخليني ما احولش الفعل لمضارع. يبقى دي الكام دي؟ الثانيه. وانا اذا كانت جمله تعبر عن حقيقه، واذا وجدت كلمه جاست بجوار فعل القول، وبعدين اذا كانت الجمله حاله اف الثانيه او الثالثه، يبقى كل ده بسيب الفعل المضارع زي ما ايه، زي ما هو. يبقى هنا هاخد arguing علشان just دي. تمام. at the wedding party yesterday، في حفل الزفاف امبارح، العروسه قالت نقط the happiest day of her life، قالت عايزه تقول ان اليوم ده كان هو اسعد يوم في حياتها. يبقى say today was، لا that day was، طبعا سيد ذات داي ووز، قالت ان اليوم ده كان. تمام. احمد بروميزد ذات هي نقط مي as soon as the plane landed. طبعا هنا الجمله دي استخدم as soon as كرابط، وجاب التاني مضارع، يبقى هو كده الراجل ده ما بيتكلمش مباشر وغير مباشر، يبقى اذا هنا جاب مضارع، يبقى خلاص، يبقى انا هاخد ويل بقى بناء على الفعل التاني، يبقى ويل فول، ودي جت في الامتحان قبل كده وخلي بالكم منها. التاني مضارع، يبقى الاول ويل والمصدر علشان ده رابط اللي هي قاعده الوحده الرابعه. The boy denied، الولد أنكر السرقة، and said that he، وقال إن هو نقط the car zin. zin دي تدل على الاستمرار، لأن كان أصلها ناو. تمام؟ فطبيعي إن أنا هاخد حاجة مستمرة. ما جابش، جاب مضارع مستمر هو، طب ما أنا عندي said ماضي فعل القول أهو، الجملة متحولة، يبقى إذا هاخد had been cleaning، had been cleaning الاستمرار يعني. تمام؟ طيب هنبدأ بقى في قاعدة الوحدة ال 11 والمباشر وغير المباشر، بس هي الجملة الاستفهامية. The interviewer، المحاور أسكن، هنا فعل القول بقى اتغير، ما بعد سيد واكسبليند وطولد والكلام ده بقى أسكن. فطبعا أندي ده هنا كده المفعول، وير ربط الجملة بوير اللي هو أداة استفهام، ربط بيها يعني، وجاب فاعل الراجل سبرينج رايس ده، وعايز بقى اكمل جروز اب ولا وود جرو اب ولا جرو اب ولا هاد جروم اب. طبعا هو بيتكلم كده في الماضي، احنا عايزين حاجه ماضي، ما احنا نفس التركيبات السابقه، فطبعا هناخد الماضي التام هاد جروم اب. طب ليه اخدت الماضي التام يا معلم؟ هقول لك اخدت ليه الماضي التام، هو بيتكلم اصلا عن الراجل ده، والراجل ده مات قبل الحرب، ومش يبقى كده كده بيتكلم عن ماضي قديم قوي، فالماضي اي ماضي هيبقى موجود في الجمله لازم يتحول لماضي تام، ان كده كده هي الجمله كان اصلها ماضي فتتحول لماضي تام. هي اسكت اندي نفس الكلام. نقط عايزني هنا رابط، هو جاب الفاعل وجاب فعل القول وبعدين جاب المفعول، يبقى عايزني اربط. الرابط عندك حاجتين، يا اما اداه استفهام يا اما اف او ويزر. طبعا هنشوف اخر الجمله بقى، هي كود تيل هيم، ان هو هيقدر يقول له اباوت، يبقى اف هنا بقى، لان المفعول الاجابه موجوده اللي هو مهنه الراجل سبرينج ده، يبقى اذا الاجابه موجوده، فمش هقدر استخدم اداه استفهام، فهنا هاخد لو يقدر يقول له، فهستخدم اف. الانترفيور اسكت وات، الانترفيور سال المحاور نقط از امباسادور، كسفير يعني تو ذا يونايتد ستيتد. طبعا ساله وات، وات بقى هي الرابط، الرابط يجي بعديه ايه في الجمله الاستفهاميه؟ يجي بعديه فاعل وفعل ماضي. طب ادي فاعل وفعل مضارع، يبقى ما تنفعش، بدات بفعل يبقى ما تنفعش، فاعل وفعل ماضي تنفع، فعل ماضي لا ما تنفعش، يبقى اذا هي سي، هي هاد دان. تمام. اي اسكت هيم، عايز رابط هنا بقى.
طيب الرابط هنا it was true that he had helped students at Oxford University. طبعا يبقى هو عاوز لو هو هيقدر يساعد الطلبة يبقى عاوز if، ما جابش if خلاص اخد البديل اللي هو ايه اللي هو وزر، وخد بالك من طقس دي مش معانا، لا احنا عايزين وزر اللي هي دبليو اتش دي. طيب I asked Andy، انا سألته برضو if he، جاب if وجاب الفعل يبقى لازم يكون في فعل ماضي هنا، هو جايب ماضي واحد اللي هو could، خلاص يبقى could هي الإجابة. تمام. الانترفيور نقط اندي هنا بقى بيتكلم على ان في فعل قول، عايز فعل قول، يعني هو ايه الاسئله دايما يا تبقى من نقط مكان فعل القول، يا اما مكان الرابط، يا اما مكان الفعل داخل الاقواس. طيب هنا بقى عايز فعل قول، اسكيد ولا وندرد ولا انكوايرد ولا وانتو تو نو، كلهم ينفعوا على فكره في الجمله الاستفهاميه بس ما بياخدوش بعدهم مفعول. مين اللي ممكن تاخد مفعول الوحيده؟ اسكيد، والمفعول موجود اللي هو اند، هو الرابط اداه الاستفهام. تمام. طيب هي اسكت هاو اولد سبرينج رايز، هاو اولد اداه الاستفهام، ده الراجل الفاعل، عايزين فعل ماضي. هنا طبعا ده مفرد يبقى هياخد ووز، اما انت عندك ووز وير، وير دي مع الجمع يبقى انا كده هاخد ووز. تمام. طيب بعدين شي وندرد، هي ايه بتتساءل، وير يبقى لازم فعل ماضي، ذات ذات مومنت في هذه اللحظه، يعني مضارع مستمر، بس المضارع المستمر بيتحول لماضي مستمر يبقى انا هاخد ووز ليفينج، ووز ليفينج. تمام. هي wanted to know، عاوز يعرف اف اف عايزه بعديها فاعل وفعل ماضي، هنا مش بادئه بفعل يبقى ما تنفعش، فعل ومضارع يبقى ما تنفعش، فعل وماضي تنفع، فعل لا ما تنفعش، يبقى هي اي وود. تمام. طيب she asked me which subject I not the following year، following year ده مستقبل، يعني will والمصدر. طب ما هو جايب will، لا ما احنا بنحول will لود، يبقى will دي مش هتنفع. طيب was studying، ايوه هتبقى هي دي الاجابه، ليه؟ عشان المضارع المستمر بيعبر عن المستقبل، والمضارع المستمر اتحول لماضي مستمر، يبقى was studying. طيب he inquired if هو بيتساءل لو نقط will organized، طبعا if عايزه فاعل وفعل ماضي، خلاص احنا كده دي فهمناها وقفشناها بقى، I was عشان فاعل وفعل ماضي. she asked me why، نفس الموضوع فاعل وفعل ماضي، I wanted. طب هو جايب I was wanting، ما احنا قلنا بقى wanted دي ما بتقبلش ing ولا تنفع would want، فعشان كده هناخد ايه، هناخد ايه I wanted على طول عشان الماضي البسيط، نفس الجملة اللي احنا اتلخبطنا فيها فوق. طيب هي اسكت مي اف اي اف اف، يبقى فعل وفعل ماضي، يبقى نفس الموضوع اي نو، اي نو بتاعت الماضي البسيط. تمام. طيب بعدين هي وي wanted تو نو وات، نفس الكلام فعل وفعل ماضي، زي سينك فين زي سوت، واضحه زي سوت، خلاص القاعده دي سهله، نفس الموضوع وات اهي وات، يبقى انا عايز فاعل وفعل ماضي، هنا مفيش، هنا دي تنفع، ودي شي هنا جايب شي وود دو وشي هاد دان، طب ما انت عندك بيفور واحنا متفقين من اول الفيديو ان بيفور مع الماضي التام، يبقى شي هاد دان، هاد دان. طيب هاني اسكت فادي ويزر، نفس الموضوع يبقى عايز فاعل وفعل ماضي، ادي واحده تنفع وادي واحده تنفع تاني، دورني بقى ذا نيكست داي، ذا نيكست داي ده مستقبل يا جدعان، ذا نيكست داي ده مش مستقبل. طيب المستقبل ده يبقى عايز ايه، عايز كان او كود، كان وتتحول لكود، او ويل وتتحول لود، طيب يبقى هاخد هي كود جو، طب ما وود موجوده، لا ما هي مش بادئه بفاعل يبقى ما تنفعش، يبقى كود جو، هي كود جو. تمام. طيب اللي بعدها بيقول التيتشر انكوايرد، انكوايرد بيستفسر بقى، بيستفسر هنا عايز الرابط، وي فاوند ذات ذا هوم ورك اور، اول ما تشوف اور يبقى اختيارك اف او ويزر، طب جايب ويزر هو ما جابش اف، خلاص ما تنفع طبعا ويزر. تمام. طيب ليلى ووندرد، خلي بالك ده لو جت اخر الجمله، لو جت في نص الجمله يبقى يبقى كده في اجباري اخد ويزر، اما لو جت في الاخر يبقى براحتك تختار اي حاجه. ليلى ووندرد بتتسال اف، عايزين فاعل وفعل ماضي، يبقى بنفس الطريقه فين الفعل؟ يبقى وي شود. طيب هنا نفس الموضوع وير، عايز فاعل وفعل ماضي، دي ما تنفعش، دي ما تنفعش، دي ما تنفعش، فاعل وفعل ماضي يبقى هشام وود. تمام. طيب دي قواعد ثابته عشان كده احنا ما بنقراش الجمله. وات منير، الفعل جه المره دي واحنا عايزين ماضي، طيب الماضي اهو ووز ستادينج، في تاني؟ في ستادد بس ات ذا مومنت، مضارع مستمر، مضارع مستمر يتحول لايه؟ ماضي مستمر، يبقى ووز ستادينج، ووز ستادينج. تمام. طيب منير اكسبلين، ده شرح نقط، زي وير ستادينج، هنا بيتكلم على الرابط صح، زي وير ستادينج ان انجلش بوت، ان هو بيدرسوا شعر انجليزي، شاعر انجليزي. هي واز فيري انترستينج، كان ممتع، ده مش سؤال، ده مش سؤال. واكسبليند ما هياش فعل قول استفهامي، ده فعل قول خبري، الفعل القول الخبري يبقى الرابط بتاعه ذات. ما يضحكش عليا، ما يجيش فيه تمارين الجمله الاستفهاميه ويجيب لي جمله خبريه وانا اتلخبط واخد له اف او اخد له ويزر، لا يبقى هو عايز ايه؟ خبريه هنا. طيب ايوه دي منوره، هي اسكت منوره. امير اسكت اف، فعل وفعل ماضي، الاولى تنفع.
ها، ولا واحدة من دول ينفعوا، يبقى هي الأولى فاعل وفعل ماضي. طب أمير وأنت تكون عاوز يعرف توماس هاردي ليه؟ نفس الموضوع، جه توماس هاردي له، يبقى احنا عايزين فعل ماضي هنا بقى بوكس، تمام؟ إن الراجل ده كتب كتب ولا كتبه كانت مكتوبة ولا إيه؟ طيب وود رايت هيكتب، هو الراجل مات أصلا يبقى دي بره. هاد ريتن ممكن تنفع، ووز رايتنج مفيش دليل عليها يبقى هاد ريتن عشان هي كانت ماضي وتحولت لماضي تام، تمام. منير اكسبليند، اكسبليند اللي احنا حليناها فوق اهو، يبقى ذات، يبقى ذات اهي، تمام. زيت هي هاد انت جود بومز اوف توماس هاردلي ويز هيم اند اسكت اف، هي الاستفهاميه بدات من هنا بقى، اسكت اف هي، يبقى عايزين فعل ماضي، وان افتر ذا نيكست ليسون، واحد بعد الدرس اللي جاي، تمام. طيب فين الماضي، فين الماضي، فين الماضي؟ جايب بروت ماضي بسيط، وجايب شود برينج، وجايب مي برينج، لا يبقى هي يا اما بروت يا اما شود برينج عشان شغل الماضي. طب هنكمل الجمله تاني، هو الراجل ده اصلا ماضي، فبيقول لي ويز هيم اند اسكت اف هي نقط وان افتر ذا نيكست ليسون، يبقى شود برينج بقى، يبقى شود برينج لو هو هيقدر، اللي هو يجب ان يجلب له واحده تلو الاخرى بعد الدرس. صابر اسكت سامح، صابر طلب من سامح، هاو لونج هي، عايزين فعل ماضي علشان هاو لونج اهو، امبلويد ات مؤمن ريستورانت، في مطعم مؤمن ده اللي في العباسيه، طبعا عايزين ماضي، في عندي هاد بين وفي عندي وود بي، في عندي هاد بين وعندي وود بي، طيب ماشي، هاو كام المده اللي اشتغلتها، يبقى هاد بين بقى، ما هو عشان المده اللي مش هتشتغلها بقى، اللي هتشتغلها، لا اللي اشتغلتها. مستر ابراهيم اسكت شهد ويزر شي، يبقى عايزين فعل ماضي، عندك was having وعندك had، خلاص يبقى دي واضحه ان هي had علشان ايه، was having دي ما بتلبسش مع المضارع التام وتتحول، مع المضارع المستمر تتحول. he asked me هو سالني، هنا بقى عايز نجيب الرابط، ده مش الرابط وبس، ده الرابط والفاعل وكمان الفعل علشان جاء بادئ بذا فيرست. طيب whether was ما تنفعش، ما فيش فاعل، if that was ممكن تنفع، ذات ووز بس ذات ما تنفعش اربط بيها عشان دي اسكت، اف ات از ممكن تنفع بس از مضارع بره، يبقى هي دي اف ذات ووز. يقول لي انت جبت الاثنين مع بعض، لا ده هو استخدم ذات هنا كفاعل، لو ان هذا كان اول مره كذا كذا كذا. طيب المدير اسكت تامر ويزر هي ويزر، يبقى عايزين هنا هي وعايزين فعل ماضي، ويلينج تو ورك ات ذا ويك اند، هيروح الشغل في نهايه الاسبوع، طبعا طالما ان انت جاي باي ان جي يبقى انت كده عايز واس. اولاز ماذر اسكت هير، اولاز ماذر اسكت هير اف، يبقى عايزين فعل وفعل ماضي، شي وود تنفع، شي ووز جيتنج برضه تنفع، لكن الاثنين اللي في النص ده ما ينفعوش. طب هنكمل الجمله عشان نشوف هو عايز دي ولا دي. لو ان هي هير عايز يقول جابت لها يعني سام بريد فروم ذا سوبر ماركت، اشتريت لها خبز من السوبر ماركت، يبقى دي لسه هتشتري لها يا جدعان، ما اشتريتش بقى، يبقى شي وود، ما هما الاثنين يدلوا على المستقبل ودي اقوى، يبقى شي وود جد. ماي بوس المدير بتاعي وانتد تو نو، اراد ان يعرف اف اي نقط ا درايفنج، لو انا معايا رخصه ولا مش معايا، معاك يبقى هاد بقى، يبقى هاد لو انا امتلك، وامتلك هاف والماضي منها هاد، تمام. طيب شي وانتد تو نو عايزه تعرف هاو اي نقط about working in another part of the country، لو انا اشتغلت في جزء تاني في او في مكان تاني من البلد. طيب في كم واحدة تنفع؟ would would بس، خلاص يبقى هي الإجابة، ما احنا عايزين ماضي بقى. طيب علي وما عنديش علة تمنعني من استخدام الماضي، علي asked me how long I، برضو عايز ماضي، working in Cairo، يبقى انت كده بتتكلم في الماضي، انت اشتغلت قد ايه في الكايرو، نفس الجملة بتاعت مطعم مؤمن، يبقى had been، had been working، لاننا عند اي ان جي هنا. طيب البص وانت تنور، المدير كان عاوز يعرف ويزر ذا ابليكانت، سواء المتقدم للوظيفه لو متجوز متزوج يعني، طبعا عاوز يقول لي متزوج ولا لا، تمام. طيب يبقى هنا عندنا ايه، عندنا ووز ماضي وعندنا وود بي، لا وود بي ما تنفعش هنا، يبقى ووز علشان دي صفه يعتبر متزوج مارد، يبقى ووز مارد، ووز مارد. هاني ووز المنصوره، كان في المنصوره فور وان ويك لمده اسبوع. سهام بقى اسكت هيم وات هي نقط زير، كان بيعمل ايه هناك، يبقى وات هي عايز ماضي هو كده. طيب ضز لا، از لا، هاز لا، يبقى هاد بين دوينج، هي دي الماضي، تمام. حسن وندرد، حسن بيتساءل وير ذا كيز، اين المفاتيح، عايز يقول المفاتيح اتحطت فين، مبنيه للمجهول عشان المفاتيح مش هتحط، هتتحط. طيب بوت لا ما تنفعش، مبنيه للمجهول ما فيش قبلها حاجه، ار مضارع مش هينفع معانا، هات بين ممكن تنفع، هات بوت مش مجهول، يبقى هي هات بين بوت، اين وضعت المفاتيح. سهى مريم، يبقى هنا عايز فعل قول، تمام، فعل قول بعديه مفعول، طبيعي ان احنا بناخد مين في اللي بعديه مفعول، اسكت، لان دي ما بتاخدش مفعول ودي ما بتاخدش، وادفايز دي مش مع الاستفهاميه.
طيب she asked her cousin، سألت ابن عمها where he نقط the experiment، عمل التجربة فين the previous، previous فاكرينها من الخبرية؟ أيوه يبقى ماضي تام، يبقى had done، ورونا الماضي تام فين؟ أيوه had done، had done تمام. بعدين جمال asked عمر when عايز افعله فعل ماضي، he has finished بره، did بره، he had تنفع، would بره، يبقى he had على طول علشان فعله فعل ماضي. منى اسكت تامر، منى سألت تامر how often، الله ده اقواس اهو، الاقواس منوره في الجمله شايفينها، يبقى عاوز تركيب السؤال بالشكل الصحيح، يعني اداه استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل اصلي. طيب هنا جاب اداه استفهام فاعل بره، فاعل بره، فاعل بره، يبقى دو، يبقى هي دي فعل مساعد وبعدين الفاعل وبعدين المصدر do you visit، تمام هي دي الاجابه عشان الاقواس. he asked me if I not reading، طيب if I not reading the book، طيب if I عايزين فعل ماضي بقى، طيب عندنا هات تنفع ومفيش غير خلاص، يبقى هات فينيشت، هات فينيشت وانا مغمض، ما الباقيين مضارع، يبقى هي هات فينيشت. اسامه اسكت شادي whether he not him carry the bags، هيشيل الشرط، طيب هنا ما عنديش عله تمنع، يبقى عايز ماضي، عندي كود هيلب، في ماضي تاني؟ مفيش، خلاص يبقى هي كود هيلب، تمام؟ سامي اسكت ساره وات شي نقط باي، طبعا جلوبالايزيشن عاوز يقول لها الكلمه دي معناها ايه، تمام؟ خد بالك دي مفيش اقواس هنا، دي الاقواس محطوطه حول الكلمه دي يعني، انما الجمله اهي لو يحط اقواس كان حطها قبل فعل القول، قبل سوري قبل الرابط، تمام؟ طيب يبقى عايزين فعل ماضي برضه، was meaning means meant does mean، لا meant، meant ماضي علشان دي مش هيقبل، يبقى هي ايه مش هيقبل اي جي، يبقى هي meant، ماذا تعني هذه الكلمه اللي هي العولمه. سامي اسكت عليا وير، فعل وفعل ماضي على طول، هاد بره، she had تنفع، did لا، she finds مضارع، يبقى ما فيش غير دي، she had found. الانترفيور اسكت ذا بروفيسور، سال البروفيسور بقى عايزين رابط هنا بقى، هي هاد، طب عندي ويزر ممكن تنفع، ما انا عندي اسكت اهي، يبقى دي استفهاميه، يبقى ما فيش غير ويزر دي هي اللي تنفع. ليه ما فيش غير ويزر دي؟ ما انت ما عندكش بقى اف وما عندكش اداه استفهام، يبقى هي دي. طيب كود يو تيل مي ويزر ذيس ترين، ممكن تقول لي سواء القطار ده نقط هيقف في المحطه ولا مش هيقف؟ يبقى هنا الراجل ايه؟ تيل فعل القول مضارع، هتقول لي ده بوجود عامل اللي هو كود. طيب القطر لما يقف في المحطه هو حاطط لك علامه استفهام اهي، تمام؟ على اساس ان ده مش متحوله، ده سؤال مش متحول عادي، خلاص يبقى انا ايه؟ القطار ده مفرد والمفرد بياخد اسم على المضارع البسيط، يبقى استوبز بالوضع الطبيعي، يعني بيسال سؤال بالوضع الطبيعي، تمام؟ القطر هيقف ولا مش هيقف؟ وكمان دي كمان بتكلم على حقيقه القطار، ما هو لو بيقف يبقى حقيقه بيقف وهكذا. هي wanted to know، عاوز يعرف وير فعل وفعل ماضي، دي لا، دي تنفع، دي لا، دي لا، يبقى اذا ما فيش غير دي هي اللي تنفع، هي هاد بوت، هي هاد بوت، تمام. طيب اي اسكت مستر خالد هاو ميني باوندز، كم عدد الفلوس الجنيهات اللي، يبقى عايزين فعل وفعل ماضي برضه. طيب هي هاد تنفع، دي لا، دي لا، دي مضارع لا، يبقى هي الاولى، هي هاد ايرند، يا رب تكونوا فاهمين. احمد اسكت مي وير، نفس الموضوع، عايزين فاعل وفعل ماضي. طيب فعل وفعل ماضي اي وينت تنفع، اي هاد جان تنفع، الله ده في اتنين ينفعوا هم وهم الاثنين في الماضي ومنورين، اقول لك ارجع للجمله هات الدليل، بيفور ماضي بسيط يتحول لماضي تام، يبقى اي هاد جان، تمام. طب امجد بقى اسكت حسام وين هي، هنا جاب الفاعل يبقى عايز فعل ماضي، واللي مش هتنفع بره وود ممكن، ما فيش غيرها اصلا، يبقى هي وود، وود ودو ودو، تمام. طيب ذا تيتشر اسكت احمد، الاستاذ سال احمد هنا عايز الرابط وعايز الفاعل وعايز الفعل، يعني عايز ثلاثه، دي ما فيهاش رابط يبقى بره، فيها رابط بس جاي بعدها فعل يبقى بره، رابط وفعل مضارع وفاعل وفعل ماضي تنفع، داز لا ما تنفعش، يبقى هي اف هي كيم، اف هي كيم، اف هي كيم، تمام. طيب هنا بقى التيتشر اسكس هير وير، وير اوعى تقول لي هنا عايز فاعل وفعل ماضي، لا عايز فاعل وفعل ماضي، ايوه صح ما القاعده ماشيه كده، لا فعل وفعل مضارع، ايه ده انت خرفت يا مستر ولا ايه؟ لا ما انت اسكس دي مضارع، ركز بقى، فعل القول اذا كان مضارع يبقى لازم يكون الفعل جوه الاقواس مضارع، ودي الحاله الرابعه اللي احنا ما شفناهاش واول مره نشوفها، لا شفناها في الخبريه ولا الاستفهاميه، ان اذا كان فعل القول مضارع يبقى لازم الفعل يكون جوه الاقواس ايه؟ مضارع بنفس التركيب، يبقى انا عايز فعل وفعل مضارع بقى، هنا فاعل وفعل مضارع يو،
يو هنا بيقول لي اسكس هير دي عايده على البنت، يبقى يو ما تنفعش. طب هنا عكس، جاب فعل الاول، جاب فعل الاول ما تنفعش، هاد ده ماضي لا ما تنفعش، يبقى شي هاز هي الاجابه، شي هاز هي الاجابه. تمام. طيب بعدين بعدين دخلنا تقريبا على الوحده ال 12. دخلنا على الوحده ال 12. سوسن انكارجد رضا، شجعت رضا. طبعا الفعل انكارج يشجع بياخد بعديه تو المصدر، طبيعي انها تاخد ايه؟ تو قبل ايه؟ الله، طب ما في نوت تو المصدر، يبقى كده معنى الجمله هو اللي يحدد اذا كنت هاخد تو المصدر او نوت تو المصدر. شجعتها ان هي تتقدم لوظيفه ولا ما تتقدم، طالما شجعت يبقى تو، يبقى طبيعي ان انا هاخد تو المصدر عشان ده تشجيع. تمام. ماي فريند انكارج مي، نفس الموضوع، شجعني يا تو يا نوت تو على حسب المعنى. نيرفس، عصبي، لا مش معقول هيشجعني ابقى عصبي، يبقى شجعني الا اكون، يبقى نوت تو بي. تمام. طبعا الجمله الامريه الرابط تو او نوت تو زي ما انتم عارفين، وبيبقى بعدها المصدر. تمام. وممكن اخد الفعل اي ان جي على طول لو ان فعل القول يطلب مني كده، يعني دي اسهل واحده يعتبر فيهم. هي نقط مي تو قبلي، عايز فعل قولي هنا، بس الفعل القولي اللي عايزه ياخد تو المصدر لان هو جايب تو المصدر، يبقى ايه بقى؟ سجستد دي بتاخد اي ان جي او ذات وفاعل ومصدر. طب تولد مي تو، لا ما تنفعش. وندرد، وندرد يعني يتساءل، صح؟ طيب سيد، سيد برضو ما تنفعش عشان في مفعول، يبقى هي تولد بقى، هي تولد مي تو، اخبرني ان تيل مي تو، هي بعينها يبقى تولد، تولد الاجابه. تمام. طيب بعدين بيقول لي ذا ويزر ذا تيتشر، الاستاذ تولد اس، لا تولد ذا كلاس، قال الكلاس، يبقى تو المصدر بقى، يبقى هنربط بطول المصدر، يبقى تو دو، تو دو، عشان ده هنا يبذلوا قصارى جهدهم يعني في الامتحان. احنا كنا جعانين علشان كده بابانا اقترح سجست تاخد اي ان جي، يعني اخد ايه؟ اخد جوينج دي. طب واحد يقول لي ما سجست برضو ينفع تاخد ذات وفاعل ومصدر، طب هي جوينج دي مصدر؟ لا، يبقى بره، يبقى هي جوينج دي. تمام. طيب احمد از اجود ات فوتبول، كويس في الكوره، عشان كده مستر عثمان شجعه، يبقى تو المصدر، شجعه يلعب بقى، يبقى شجعه ينضم للفريق، تو جوين. تمام. ينصح ادفايس برضو بتاخد تو المصدر، يبقى اذا هناخد تو تو ريترين. طب ما في نوت تو، لا ما هو هيعيد تدريبه بقدر الامكان، يبقى تو، تو تو المصدر، ما انصحه ان هو يفعل الحاجه دي. تمام، ان هو يعيد تدريبه يعني. اقترح بقى عايز اي ان جي، ما جابش اي ان جي، خلاص يبقى ذات وفاعل ومصدر مع سجستد، ما احنا قلنا الحالتين، يبقى ذات وفاعل وايه؟ ومصدر. طيب ادفايز نصحت راندا، يبقى يا اما تو المصدر يا اما نوت تو المصدر، طب هو ما جابش نوت، خلاص يبقى تو المصدر. تمام. ريكومندد، ريكومندد اخت سجستد في القاعده، يا تاخد اي ان جي يا تاخد ذات فاعل وفعل مضارع، ذات فاعل وماضي لا ما تنفعش، ذات فعل ومضارع، ايوه هي دي، يبقى هي دي الاجابه. تمام. طيب سجستد اختها، اختها ما جابش اي ان جي، خلاص يبقى ذات اي ستادي. تمام. ادفايزد يبقى تاخد طول مصدر او نوت طول مصدر، ما جابش نوت طول مصدر، يبقى هناخد احنا ايه؟ طول مصدر، تو دو. تمام. اجريد برضه طول مصدر او نوت طول مصدر، طب هنشوف المعنى عشان جايب نوت تو وجايب تو، فبيقول لي ان هي تبعت السي في، لا يبقى تو، يبقى تو المصدر تبعتها بقى عشان تتوظف. التيتشر سيد قال تو اوبن ولا نوت تو اوبن، افتح الباب الكتاب اللي على صفحه 20، لا ان احنا ايه الاستاذ معقوله هيقول لنا ما تفتحوش الباب على صفحه 20، بس هنا بقى سيد فين المفعول؟ ما هو سيد تو اوبن، سيد تو اوبن، ما هو قال للطلبه طبعا، فالمفروض تبقى سيد، سيد لا مش هتنفع تو، مش هتنفع تو عشان عدم وجود المفعول. نوت تو هتساوي تو في حاله القواعد، يبقى تطلع برضو ذات وي ماست اوبن، ولا ويزر، ويزر مش معانا، يبقى هي ذات وي ماست، ذات وي ماست، لازم نفتح على صفحه ايه؟ 20. التور جايد المرشد ورنت ذا توريستس، حذر السياح، يحذر على طول، اول ما انت بتشوف يحذر بتعرف ان هي نوت تو، ما حذرهم ما يعملوش بقى، مش حذرهم ان هم يعملوا، يبقى حذرهم ما يعملوش، يبقى نوت تو، نوت تو. تمام. طيب ات ووز كولد، الدنيا كانت ساقعه بره، عشان كده ماذر ريكومندد، رشحت، خلاص قلنا بقى ريكومندد ذات فاعل ومضارع، ذات فاعل ومضارع. تمام. طيب لها الصفحه الملفوفه دي. تمام. ساوسن انكارجد، خلاص خلصنا منها، احنا رجعنا من الاول ولا ايه؟ ماجدة ولا ايه دي؟ ولا مايا، مايا ادفايزد علا، يا ترى حليناها دي ولا لسه؟ مايا ادفايزد علا، لا لسه. طيب نصحتها بقى ان هي تبدا مراجعه عشان الامتحان ولا ما تبداش؟ طبعا يبقى تو ستارت، نصحتها تبدا مراجعه.
ساعتها تبدأ مراجعة. طيب 18، ماي فريند وورند مي، حذرني، يبقى نطه على طول، طالما حذرك يبقى نطه. تمام. 19، انكاجد مي، شجعتني، نقط تايم، شجعتني اضيع وقتي، مش معقولة، يبقى نطه نطه اني ما اضيعش وقتي. كان يو نقط مي ا جود بوك، هنا ريكومند بقى، ممكن ترشح لي كتاب حلو، دي بقى ايه طلب التوصية اللي على تالتة اعدادي، ممكن ترشح لي ريكومند. التيتشر حذرنا يبقى نوت تو لوك، ما نبصش، حذرنا، الله اصبر بقى، ما نبصش ازاي ونسمع له، لا ده حذرنا ان احنا تو لوك اند ليسن بيفور زي كروس ذا رود، لا حذرنا ان احنا نبص بقى. هنا شفت المعنى اتعكس بقى، هنا ايه الاستاذ حذرنا ان احنا نبص يمين وشمال قبل ما ايه، قبل ما نعدي الطريق علشان ما يحصلش حاجه لا قدر الله. طيب الريفري الحكم اوردر ذا بلاير، امر اللاعب تو ستوب ذا جيم، يوقف اللعبه، ما انت عندك اوردر ده عايزه تقول مصدر يبقى تو ستوب. تمام. التيتشر نقط ذا ستودنتس تو ستوب، هنا عايز فعل قول، فعل القول لازم يكون في صيغه الماضي، يوقفوا جري في الكوريدور الطرقه، يبقى الراجل ده امرهم، امرهم بقى الاستاذ عشان ما يتعوروش، يبقى اوردر ده. تمام. صاحبي ورند مي، حذرني، نوت تو ابلاي ذا سيم كايند اوف جوب، ان انا ما اتقدمش الوظايف دي، نوت تو، ان انا ما اتقدمش الوظايف. طب سلمى ورند رضا، حذرت رضا برضو بنفس الطريقه، يبقى نوت تو نوت تو. تمام. طيب التيتشر ورند ذا ستودنتس، حذر الستودنتس، يبقى نوت تو فورجيت، ان هم ما ينسوش، ما هنا بقى الفعل فورجيت يوضح ان هي نوت تو، ما ينسوش الكتاب. تمام. بعدين احمد انكارج، انكارج شجعني، يبقى تو المصدر، شجعني ان انا اجرب، ان انا احاول، ان انا اخلص بدري للمذاكره او كده، او ايه ده الباسكت بول ماتش. تمام. حذر اخته بنته سوري، يبقى تو جو، حذرها نوت تو جو، ان هي ما تروحش قريب من الايه الكامب فاير اللي هو ايه المعسكر، ان ايه ده، حذرها ان هي ايوه ما تروحش هناك، يبقى نوت تو جو، صح نوت تو جو. تمام. زمان اسكت ذا رايتر، الراجل سال الكاتب او طلب من الكاتب تو برينج هيم ذا وودر، ان هو لا ده مش الكاتب، ده الجرسون، يجيب له ميه بقى، يبقى تو برينج، تو برينج ان هو يجيب له ميه. داد ريكومندد، بابا رشح، يا اي ان جي، يا زاد فاعل مضارع، خلاص ما فيش اي ان جي، يبقى زاد فاعل مضارع. بعدين اوردر يبقى عايزه تقول مصدر، او نوت تقول مصدر، ما جابش نوت تو، خلاص يبقى تو جيت، تو جيت. ادفايزد يبقى عايزه تقول مصدر، او نوت تقول مصدر، طب هو ما جابش نوت، خلاص يبقى تو لوك، تو لوك، تو لوك. بعدين ذا بوليس، رحمكم الله، ذا بوليس، رحمكم الله، ذا بوليس اوردر ذا روبرز، البوليس امر الجماعه الحراميه دول ان هم يسيبوا الاسلحه، يبقى تو بوت، امرهم بقى ان هم يضعوا ايه اسلحتهم ارضا علشان ايه ما يحاربوش مع البوليس يعني. التيتشر اسكت ذا ستودنت، طلب من الطالب تو جو اند سي هيم افتر ذا ليسون، يبقى تو جو تو جو تو جو. اشفكم الله التالتة اشفكم. بعدين ذا لايبريان، امين المكتبه، تولد ذا بويز، قال للولاد، قال للولاد نقط سو ماتش، ما يعملوش دوشه، يبقى نوت تو هنا بقى، فين نوت تو، فين نوت تو، نوت تو ميك، ما يعملوش دوشه. تمام. طب الماذر قالت لبنتها الكيكه في الفرن، لا كلنا بنحط الكيكه في الفرن، يبقى تو بوت، تو المصدر هنا بقى. تمام. طب التيتشر قال للتلاميذ يتكلموا اثناء الامتحان، مستحيل، يبقى نوت تو نوت تو نوت تو. بعدين ذا سكول باص، اتوبيس المدرسه، لا سواق الاتوبيس بتاع المدرسه قال للاولاد اقعدوا اقعدوا يا اولاد الذين، يبقى تو سيت تو سيت، امرهم ان يجلسوا. ام ساره حذرتها اوعي تلمسي، نوت تو تاتش، هتبوظ الكيكه يا ساره، يبقى نوت تو تاتش. ماي فريند ادفايزد مي، نصحني، يبقى تو المصدر، تو ثينك، افكر بعنايه قبل ما اروح ايه، قبل ما انضم للفريق الفلاني. whenever my computer، حينما الكمبيوتر بتاعي بيكس داون، يعني ياخد راحه كده. my father suggested، بابا بقى بريك داون، دي يتعطل، سوري يتعطل. my father suggested، ماي فازر سجستد، اقترح، خدت بالك ولا ايه؟ ماي فازر سجستد، بابا اقترح بقى ان هو في الجمله، سجستد عايز اي ان جي، كولينج كولينج، طب ذات اي كولد، لا ده ماضي، ده ما ينفعش، يبقى هي كولينج الاي ان جي. ذا تيتشر ادفايزد اول هيز ستودنتس، الاستاذ صلاح نصح كل الطلبه يقضوا وقتهم في المذاكره، يبقى تو سبند فعلا، امال هتقضيه فين؟ تو سبند. بعد الديكلاين ان ماي انكلز هيلث، الدكتور الدكتور نقط هيم تو جيف اب سموك، نصحه بقى الدكتور، بطل تدخين يا عم الحاج، ادفايزد هيم. تمام. الدكتور ورنيد مي، حذرني، تو درايف افتر توكينج زوز بيلز از زي ميك مي فيل سليبي، يبقى الدكتور ايه بقى، حذرني اني انا ما
باخدش الاقراص دي ولا حذرني ايه بقى؟ حذرني نوت تو درايف. ايوه نوت تو درايف، يبقى ما اخدش الاقراص دي عشان الاقراص دي بتخليه يشعر بالنعاس وهو بيسوق العربيه يعني. التيتشر تولد اول هيز ستودنتس، قال لكل الستودنتس بتوعه تو كيب كول اند تو ريد كويشن كيرفولي، ان هم يبقوا هاديين وحلوين وحنينين كده. طيب الموتورستس ار بينج وورنت، حذروا حذروا. والله طالما حذروا يبقى نطوا، بس ده الفعل افويد يتجنب، يبقى حذروا ان يتجنبوا مش الا يتجنبوا، يبقى تو افويد ان يتجنبوا القياده في وسط المدينه. تيتشر تولد ذا ستودنتس، قال للطلبه يراجعوا اجابتهم، يبقى تو المصدر، يبقى تو تشيك، تو تشيك. تمام. الفلايت اتندنت المضيفه الجويه انستراكتد اس، يعني ايه الست كده ادتنا ايه، ادتنا اوامر ان احنا نربط الحزام، يبقى تو فاستن، تو فاستن ان احنا نربط الايه الحزام. هي اسكت مي نقط ليلى، ان انا اقول لي ليلى يعني اباوت هير سربرايز، عن مفاجاه عيد ميلادها في الحفله يعني. فطبعا يبقى كده مش عايزين يقولوا لها، يبقى نوت تو تيل، نوت تو تيل، ما اقولهاش على عشان يعملوا لها مفاجاه، طالما ان هي ايه مفاجاه بقى. البوليس ار وورنينج اول ويمن، اما يحذر كل النساء في المنطقه نقط اكسترا كير، ان هم يعتنوا بانفسهم لحسن يتخطفوا، يبقى تو تيك، ان هم ياخدوا عنايه، ياخدوا ايه عنايه. تمام. طيب تم بحمد الله الثلاث وحدات، توفيق للجميع. ان شاء الله هنشرح ده الفوكابول والباقي الحاجات لوحدها. السلام عليكم.